كان لنا الحقيقة شرف المشاركة في النسخة الأولى من منتدى مستقبل العقار الذي أقيم العام الماضي. حقيقة كانت النتائج أكثر من التوقعات ولله الحمد. هذا الحمد لله دعانا إلى الحماس بشكل مباشر للمشاركة في النسخة الثانية، والتي نتأمل بإذن الله أن تكون مميزة. الحقيقة حتى مستوى الحضور ومستوى العارضين كان جدا ملفت. نسأل الله أن يعني يوفقنا في أن نقدم مشاركة جيدة خلال النسخة الثانية. نحن طبعا نقدم مجموعة من الخدمات العقارية، والتي نأمل بإذن الله أن تكون مشاركتنا من خلال هذه المنتجات مفيدة وجيدة للحضور، خصوصا نحن نقدم عدة خدمات يحتاجها السوق والقطاع العقاري خلال المرحلة القادمة، من التقييم العقاري المحترف وإدارة الأملاك والوساطة العقارية. السوق العقاري في المملكة العربية السعودية مع وجود اللاعبين الجدد يمر بمراحل متقدمة في الاحترافية، وأنا أعتقد أنه وصلنا إلى مرحلة أنه لدينا قناعة كبيرة جدا أن السوق اليوم سيحترم المحترف، وبالتالي نحن نقدم ما كل ما لدينا من إمكانيات لعمل خدمات احترافية، خصوصا فيما يخص التقييم العقاري المحترف. ولله الحمد لدينا مجموعة كبيرة جدا من كبار العملاء، وصلنا إلى قريب 40,000 تقرير تقييم تم عمله خلال العامين الماضيين. لدينا يعني أكثر من 5,000 عميل تم خدمته خلال العامين الماضيين. نتوقع أنه عام 2023 سيكون عاما يعاكس التوقعات السلبية فيما يخص اتجاه القطاع العقاري والحراك في القطاع العقاري. لدينا إيمان كبير جدا بأن المشاريع القادمة ستكون مشاريع استثنائية، وبالتالي يجب أن نتسلح خلال العام 2023 باحترافية أكبر لتقديم يعني ما يعني خدمات وساطة عقارية يحتاجها القطاع خلال المرحلة القادمة.